طرقه ويكفي. هذه الخلاصة أشار إليها العلايلي في صفحة 55 إلى 58 من هذه المقدمة. في هاي المقدمة أنا ماكو وقت أقرأ كل هاي المقدمة، وإلا واقعا تستحق من صفحة 54 إلى صفحة إخوان الأعزاء إلى صفحة 58 تعبيره الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء. هسه هو يعتقد بأنه الأمويين انقلبوا على حكومة الخلفاء، ولكن واقع الأمر هم من انقلبوا على حكومة الخلفاء، وإنما انقلبوا على حكومة من؟ على الحكومة النبوية، لا مو فقط العلوية، على الحكومة التي خطط ودبر لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعده، ولكنه تحققت أو لم تتحقق. استطاعوا من خلال السقيفة الأولى ومن خلال السقيفة الثانية ومن خلال الحروب التي أجروها ومن خلال ما فعلوه بجيش الإمام الحسن أن ينتهي الأمر إلى ماذا؟ ها؟ ولم يطل العهد واقعا، يعني الفترة العمل الجاد لهذا الحزب واقعا انتاج جبار، ها؟ لا يتجاوز العهد شقد؟ ها؟ أقل من 30 عاما من رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، 11 من الهجرة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى 39 أو 40 مباشرة استلم معاوية ماذا؟ استلم بشكل فعلي معاوية استلم السلطة. نعم كانت مشاكل ولكنه استلم السلطة. ولذا هو في لاحق هذه الأبحاث هكذا يقول: وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية إلى العصبة الأموية وأنها كانت مقصودة منهم، مدبر كان، ولكن عندنا من النصوص والقواطع ما لا يحتمل معارضة أو مناصبة، وإني أنصح، واقعا أنا أنصح تبعا له، وإني أنصح لكل الذين يشتغلون بتأريخ هذه المرحلة أو الظرف أو هذه الفترة أن يقدموا بين يدي درسهم إذا أرادوا أن يدرسوا هذه المرحلة كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم لتقي الدين المقريزي. يقول: طالعوا أول هذه ثم أدخلوا إلى ماذا؟ ثم أدخلوا لدراسة هذه الفترة، فقد كشف غوامض لا يتسق البحث إلى آخره. ثم يقول: وقد كان من الأمويين، التفتوا التخطيط الذي بدأ من السقيفة الأولى بل قبل السقيفة الأولى وانتهى إلى ما انتهى إليه، وقد كان من الأمويين عمال في زمن أبي بكر وعمر. إذن هم كانوا يخططون ماذا من ذلك الزمان؟ هسه على أحسن التقادير كما قلت للإخوة فيما سبق، إما على أصالة الصحة إما على أصالة الفساد، إما أن الأول والثاني كانوا يعلمون هذول ماذا يفعلون أو أنه غفلة، وإن كان أنا لا أستطيع أن أقبل ماذا النظرية الثانية، لأن هناك شواهد كثيرة وخصوصا ما فعله الخليفة الثاني في السقيفة الثانية والشورى السداسية. يقول: ولم يول أحد من بني هاشم. هذه نقطة أساسية. يقول: في زمن خلافة الأول والثاني ولي بني أمية، ولكن ولي أحد من بني هاشم أو لم يول؟ لم يول، هاي واحدة. فهذا وشبهه هو الذي حدد أنياب بني أمية وفتح أبوابهم وأترع كأسهم وفتل أمراسهم، حتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة فقال: رحمك الله أبا عمارة، قاتلتنا على أمر صار إلينا. في النتيجة بلي اشتغلت، شقد اشتغلت، شقد قدمت دماء، ولكن انتهى الأمر ماذا؟ فهو يعلق يقول: هل بعد قول أبي سفيان على قبر حمزة ما يترك شبهة في أن هناك حزبا أمويا كان يعمل ماذا؟ كان يعمل للوصول إلى السلطة. ثم يقول: ونقدر أن الحزب قد أحكم الخطة للانقلاب، ولكن لم يجد الفرصة إلا في أواخر عهد عمر. يقول كان يشتغل وبقيت العقبة الوحيدة أمام منه، ها؟ عمر بقيت العقبة، فلذا قلنا فيما سبق أنه ماذا فعلوا؟ قتلوه. من حيث أن المسلمين اتجهون للتوسع والفتح
وعمر هو العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق الانقلاب الذي يعمل له الأمويون فاغتالوه، ولإبعاد الشبهة استخدموا فارسيا ليسارع الظن إلى أنه بمحض الانتقام، وهذا الاختيار من إحكام الخطة، وهذا أيضا شرحناه مفصلا فيما سبق. إذن هذه الألاعيب كانت من الزمن القديم مو جديدة. وغاية هذا الحزب الرئيسية ما هي؟ جمع مقدرات الحكم في أيدي الأمويين والاستيلاء على السلطة العليا بأي أسباب كانت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وكما سبق كان لهم تأثير كبير في سياسة الدولة من طريق غير مباشرة في الأكثر، وأحيانا من طرق مباشرة في زمن منه في زمن عثمان بعد انتهى، ويكفي أن نعلم إلى آخره. ثم ينقل كلام بعض المستشرقين. شوفوا هذول المستشرقين، نعم هواي كلماتهم غير كذا، ولكنه بعض كلماتهم أيضا مفيدة. يقول: وهذه نتائج انتهى من قبلنا إليها المستشرق الألماني ماربين في كتابه السياسة الإسلامية. قال: يلزمنا الالتفات قليلا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام لنفهم الدور الذي لعبه الأمويون. يقول: هاي المعركة بين بني هاشم وبني أمية كانت قائمة، وفي المعركة الأولى في الجولة الأولى من المعركة من ربح المعركة الجولة الأولى؟ ها؟ رسول الله باعتبار صار نبي، وذولاك اضطروا عن شنو؟ ها؟ وهذه أنا بيودي الإخوة إذا يردون يقرؤون همات، يعني إذا موجود عندهم هذا الكتاب، وفي العام الأغلب موجود عندهم هذه، وهو أن الجزء الأول من كتاب عبد الفتاح المقصود مال علي بن أبي طالب، هذا الجزء الأول منه مولانا أكو تحليل رائع لهذه القضية ومفردات هذه القضية عبد الفتاح عبد المقصود، اللي هو من أهم، وأنتم تعلمون الاهتمام اللي صار بمقصود والاهتمام اللي صار بهذا الكتاب بالخصوص، طبعا شذرات منهم موجودات في كتاب الإمام علي صوت العدالة مال جورج رداق، ولكنه تفصيله موجود وين؟ في كتب عبد الفتاح، وخصوصا هذا الكتاب وكتاب السقيفة والخلافة لعبد الفتاح. هذين الكتابين الإخوة اللي يريدون يطالعون يعرفون هذه المرحلة جيدا يطالعوا هذين الكتابين. المهم يقول: بلغت نهاية بظهور الإسلام، تم للنبي الفوز الحاسم بفتح المعركة، فدخل الأمويون في طاعته وكانوا على الاستعداد للإيقاع، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ أولا أسقطوا نظرية ولاية العهد النبوي، نظرية النص. التفتوا جيدا، يقول هذه كانت مؤامرة مرتبة من الأمويين لإسقاط نظرية شنو؟ ولاية العهد في ذلك الزمن. ثم عندما وصلتم إلى السقيفة الأولى رجحوا كفة منه، ها؟ رجحوا كفة معارضي الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: ألا يكون الخليفة على أصول ولاية العهد، أولا فعلوا ذلك، ثانيا ولم تدع شدة مخالفة بني أمية أن تكون أكثرية الآراء في الخلافة بجانب بني هاشم، فكان هذا أول فوز ظفر به بنو أمية في السقيفة الأولى، وبسبب الخلافة تمكنوا من الحصول على مقام منيع فشقوا الطريق لمستقبلهم وعملوا على توطيد مكانهم عند الخلفاء. هذا اللي قرأناه من خطاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: تقربوا إلى أئمة الضلالة فولوهم الأعمال. هذه النصوص كلها واقعا، هذا التحليل يعني هو تحليل مرحلة تاريخية، ولكن كلها شواهدها وين موجودة؟ موجودة في نهج البلاغ. حتى أصبحوا ركنا من أركان السلطنة ماذا؟ في ذلك الزمان الإسلامية. وكان هذا فوزا آخر تم بوصول عثمان إلى العرش. شوفوا هذول ما يتعاملون مع هذه مرحلة تعامل الخلافة، يعبرون عنه ملك ويعبرون عنه عن الواقع شنو؟ عن السلطة ماذا؟ بالعرش، الذي به أصبحوا متفوقين تفوقا مطلقا، فاضطهدوا خصومهم القدامى باسم الدين، مما حرك بني هاشم للعمل باعتبارهم الهدف الثابت، وانتهى الأمر بالانقلاب والثورة، وسجلوا لأنفسهم الفوز النهائي بصلح الحسن. هذه آخر مرحلة ماذا من هذه المعركة. فكان معاوية من جهة يسعى لتقوية ملكه، ومن جهة أخرى يسعى لخفض شوكة بني هاشم، ولم يفتر دقيقة واحدة عن محوهم. هذه هي الخطة.